مساء الخير يا جماعة طلبة وطالبات طلبة وطالبات جريد 3 جونيور 3، أهلا بكم وسهلا. فيديو جديد ومهم جدا من فيديوهات شرح منهج 2023 للصف الثالث الابتدائي كتاب المعاصر كورنيكت 3. بالتوفيق للجميع وسنة سعيدة. وإحنا في الفيرست ترم الترم الأول هنشوف عندنا إيه في كتاب المعاصر. نفتح كتاب كده مع بعض ونشوف عندنا إيه زي ما حضرتكم شايفين كده الكفر والبيانات بنحطها هنا على طول ونبدأ على طول مع بعض في يونت 1. I feel happy. I أنا بيجي بعد منه فعل أو verb feel يعني يشعر، ودايما بيجي بعد feel الأدجكتيف الصفة، وهنا الأدجكتيف happy سعيد. طبعا عارفين إن عكس happy sad حزين. Lesson 1. I feel زي ما قلت لحضراتكم هناخد بعض الصفات ونعرفها مع بعض. Happy سعيد. Hungry جعان. Tired مرهق. Sad حزين. Angry غاضب. Thirsty عطشان. Excited متحمس. Again حاضر. Happy سعيد. Hungry جوعان. Tired متعب. Sad حزين. Angry غاضب. Thirsty عطشان. And excited متحمس. I feel happy today. How do you feel, هنا؟ أشعر أني فرحان النهاردة. كيف تشعرين يا هنا؟ It's hot. أنا الدنيا حر. I feel thirsty. أشعر بالعطش. I feel excited. أشعر بأني متحمس. Daddy is coming home soon. بابايا جاي المنزل قريبا. How do you feel, يوسف؟ كيف تشعر يا يوسف؟ Let's go to the kitchen. هيا بنا نذهب للمطبخ. To have something to eat عشان نتناول حاجة نأكلها. Me too وأنا أيضا. And I feel hungry. لو أنا طالب بذاكر صفحة زي دي أستخرج الأفعال منها. يلا بينا نشوف الأفعال مع بعض. Verb feel يشعر. Verb come يأتي. Verb go يذهب. Verb eat يأكل. Verb have يتناول. أما الصفات فهي hot يعني حر، thirsty عطشان، happy سعيد، excited يعني متحمس، و hungry قلناها جوعان. لازم نفرق ما بين two يعني رقم اتنين و two هنا معناها أيضا. برضو بفكركم إن في question word كلمات استفهام ظهرت لنا النهاردة زي how كيف أهي. وبفكر حضراتكم قبل الناون بيبقى طبعا اول حرف في الكلمه هنا حرف كابيتال بيجي قبل منها كوما. شايفين كوما اهي كوما. بفكركم ان ليتس هي اختصار ليت اس ومعناها هيا بينا، ولازم يجي وراها الفعل في الانفينيتيف في المصدر. ليتس جو. ليتس جو هيا بينا نذهب. ما ينفعش اقول جوز اور جوينج غلط. ليتس جو ده كل حاجه وضحناها هنا. طبعا ايد بتعود على حاله الجو. طبعا كل حاجة هنا وضحناها في بيج 25، وإن شاء الله الفيديو اللي جاي هنكمل بقية lesson 1. Thanks for your time.